أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها،
بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم باسمك أحيا وأموت. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا تعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. لا إله إلا أنت العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفع. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم تقرأ سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ثم تجمع كفيك وتنفس فيهما وتقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وتمسح ما تستطيع من جسمك بداية من الرأس نزولا إلى أسفل. والآن قبل أن تنام القي نظرة على قلبك، احرص ألا تجد فيه سوى البياض، حينها فقط ستصبح على خير. عزيزي المشاهد، إن أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع من تحب، فالدال على الخير كفاعله. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.